في الورقة البحثية اللي نشرت بعد عشرات السنوات من موت عالم الرياضيات والإحصاء الإنجليزي توماس بايز، مقال نحو حل مشكلة الاحتمالات An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances، بايز فجر ثورة رياضية فلسفية وعلمية لم تمتد حياته كي يرى آثارها الإيجابية على المعرفة البشرية، لأنها لم تشتعل حتى النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن اتخذ المجتمع العلمي مسار بايزي في البحث عن الحقيقة، من الفيزياء الطبيعية لأبحاث السرطان، من الذكاء الاصطناعي لعلم النفس. الفيزيائيين بيضعوا تفسيرات وأطروحات بايزية لميكانيكا الكم Quantum Mechanics، وبيدافعوا عن نظرية الأوتار String Theory وتعدد العوالم Multiverse من على أرضية بايزية، والفلاسفة بيجادلوا إن العلم في مجمله من الممكن رؤيته كعملية بايزية احتمالية، والقاعدة البايزية قادرة وكافية لتفريق العلم الحقيقي عن الزائف. الباحثين في الذكاء الاصطناعي بداية بمصمم السيارات ذاتية القيادة لأجهزة المساعدة الصوتية للشبكات الاجتماعية بيوظفوا الطريقة البايزية لتطوير قدرة الآلات على التعرف على الأنماط بصورها المتعددة في المجالات المختلفة، فتصبح صناعة القرار بداخلها ذاتية من خلال خوارزميات التعلم الآلي. الآلية البايزية عاملة اليوم في جميع مناحي الحياة، بداية من فرز رسائل البريد الإلكتروني الغير مرغوب فيها لتقييم المخاطر الطبية والدولية، حتى في فك شفرة الحمض النووي، وغيرها آلاف التطبيقات. وكثير من علماء الإدراك بيفسروا ظاهرة المخ البشري كصورة بيولوجية من الآلة البيزية. برهان بايز طريقة لحساب صحة المعتقدات، الفرضيات أو الإدعاءات بناء على أفضل الأدلة المتاحة من خلال التجربة، الملاحظة والبيانات. لو حاولت تلخيص الفكرة البيزية في جملة واحدة، أعتقد أنها هتكون المعتقدات المبدئية بالإضافة لأدلة جديدة تساوي معتقدات جديدة أفضل. الرؤية البيزية لم تنكر أن واقعية العالم مجردة ومطلقة، لكن ادعت أن البشر لن يكونوا قادرين أبداً على الوصول إلى الحقيقة المطلقة للواقع، لكن تزداد درجة اقترابهم من الحقيقة مع كل تجربة يتم إجراءها ومعلومة جديدة يتم إضافتها. المعرفة المطلقة لا يمكن نفيها بالدليل القاطع، لأنها ليست قائمة على الاحتمالية. عالم الإحصاء الأمريكي المعاصر نيت سيلفر في كتابه البديع الإشارة والضجيج The Signal and the Noise جادل إن المناظرات بين أفراد معتقداتهم المبدئية 100% وأفراد معتقداتهم المبدئية 0% حول فرضية ما عديمة القيمة. غياب القيمة الاحتمالية سيبقى أبداً سد منيع للتواصل ما بينهم وعائق أمام الوصول للحقيقة المجردة التي قد نقترب منها بشدة، لكننا لن نمتلكها أبداً. ودلوقتي تأمل للحظات المعرفة اللي اكتسبتها عبر حياتك. يا ترى إيه هي درجة ثقتك في صحة تلك المعرفة؟ هل اقتربت من اليقين؟ هل من الممكن أن تقترب أبداً من اليقين؟ من الجائز أن تبقى المعرفة احتمالية للأبد. لكن السؤال، هل النظرية البايزية قادرة على حل إشكالية التأكيد والدليل في العلم؟ وهل قاعدة بايز قادرة على تمييز العلم الحقيقي من الزائف؟ أم إن البحث ما زال جاري عن نظرية شاملة للتأكيد في العلم؟ فكر تاني.